أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه أسئلة عديدة تسأل، تقول عن واجب طالب العلم فيما هو معروض في معرض الكتاب الحالي من كتب الكفر والزندقة والإلحاد، ما هو واجبنا حيال ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأنتم تستطيعون أنكم تكتبون الملاحظات وتسجلون الكتب الإلحادية وترفعونها للمسؤولين، تستطيعون هذا، هو واجب عليكم. نعم.